معلم من ذوي الاحتياجات الخاصة يعطي دروس خصوصية لإعانة عائلته ويطالب بالحصول على وظيفة. مواطنون من منطقتي بل من منطقة أم الكبر والغزلان يشكون من تجاوز بعض الأشخاص على الشارع ويطالبون بتدخل الجهات المختصة. من ميسان معرض لرسوم الكاريكاتير يقيمه أحد الفنانين أو أحد الفنانين في اتحاد الأدباء بالمحافظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مباشرة على شاشة الفرات الفضائية صوت عراقي وأيضا على المنصات اللي تظهر لكم الآن على الشاشة، وبإمكانكم التواصل عبر الرقم اللي يظهر. من صلاح الدين مناشدة لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، المواطن يطالب بالحصول على وظيفة، رجل مدرس ويعطي دروس خصوصية ببيته حتى يعين عائلته. راح نتابع هذا الفيديو. الرحمن الرحيم. إن المواطن رائد فرج محمد، أصبت بمرض شلل الأطفال منذ أن كنت صغيرا، طبعا هذا أدى إلى إعاقة بالطرفين السفليين، ومنذ ذلك الحين طبعا أني مصاب بشلل الأطفال ولم أستطع العمل. تخرجت من الدراسة سنة 2007 من معهد المعلمين، قبلها طبعا تخرجت من الإعدادية، بعدين كملت سنتين معهد. طبعا ما خليت اي باب من ابواب الوزارات، اللي طبعا طرقت جميع الابواب، ذهبت الى مديريه التربيه، الى مديريه الوقف ديوان الوقف السني وغيرها من الوزارات، بحثا عن وظيفه، طبعا لان اني رجل عاجز عن العمل، لا استطيع العمل الا بوظيفه. طبعا الوظيفه هي كتابه، لان انا اقدر أشتغل بإيدي، الوظيفة هي أكثر شيء تكون كتابة وكذا، شغلات بسيطة ممكن أن أزاولها. رغم هذا أنا سامع أنه أكو هناك قانون يقول 5% من التعيينات للمعاقين، لكن لم أجد شخص يقول لي هذا الشيء، ولا من الأشخاص اللي ذهبت عليهم قدم لي أي شيء، مجرد انه وعود وكلام وكلام، ما استفادت اي شيء منه منذ 2007 لحد الان. اناشد المسؤولين في ديوان الوقف السني والمسؤولين في وزاره التربيه وباقي الوزارات كذلك، انه يوفروا لي وظيفه تسد رمق العيش مال الي ولعائلتي. طبعا انا تقدر تشوفون اني عايش بمكان بسيط مع والدي الرجل الكبير في السن، ولحد الآن هو عمره بس 60 سنة، هو يذهب إلى خارج سامرة يعمل بمحل لا يجيب لنا ويوفر لنا عيشة أني وأولادي وزوجتي. فأناشد أهل الغيرة والكرم والشهامة أنه يقومون بفد شيء اتجاهي، أن يعني يقومون بفد يهيئون الأسباب أو يقومون بإعطاء وظيفة تساعدني في سد رمق العيش لي ولعائلتي. طبعا أنا هسه دا أزاول فد مهنة بسيطة تعتبر، لكوني أنا أخذ طلاب الجيران وبمبالغ زهيدة، دائما يعني الطلاب اللي يجون علي دا تشوفون أنتوا أني جالس بمكان هو عبارة عن مخزن، بس أنا منظف بينا مكان ودا وحاط صبورة دا أعلم أطفال صغار حتى ينطوني هاي الأجورة البسيطة حتى نعيش من وراها. أي وشكرا. طبعا
ولفت انتباهنا منشور لأحد الأشخاص عرض صورة طفل صغير سابقا وحاليا، يعني مخلي صورتين، وبالمنشور كان يطالب وزارة الصحة بمساعدته بعلاج ابنه اللي مصاب بمشكلة صحية بسبب خطأ طبي على ما يبدو. الآن والد الطفل موجود على التليفون. والدته، السلام عليكم أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو سويت أبرق؟ أهلا ومرحبا بكم. بيش أكثر حبيبتي. شنو موضوع الطفل؟ السلام عليكم. عليكم السلام. حالة ابني أخذت طبيب أطفال عندنا هنا بالناصرية. زين. عنده مشكلة بالأمعاء إسهال كرمون، فتبدل العلاج، بدل ما يعطيني علاج إسهال أعطاني علاج ما فتحة رباعية. فتقيأ دم وتحولونا من مستشفى الشطرة إلى مستشفى الناصرية بنت الهدى. شهر كامل أنا بمستشفى بالعناية المركزة. فأصبح عنده نزيف بالدمار. نزيف واضح والأشعة والمفراس والرنين موجود، سبب خطأ طبي. أهل الخير نعم. يعني هو كان صحته كل شيء ما بيه، هسه حسب صحته كل شيء ما بيه. ما بيه شيء، أي مشكلة ما بيه شيء. أي. فحاول يتراجع الدكاترة بالبصرة من بغداد. قيل ما قدروا له، قالوا عنده نزف وجسمه صار نحيف الى درجه دكاتره يقول ما نقدر نسوي له، يموت عندنا باثنان عمليه. فاهل الخير ساعدوني وطلعت بي لايران. وش عندي غرض من البيت بعدهم. سوى له عمليه دكتور بايران، قال لي انصحك بين تبقين الشهر 12 حتى الجو بارد. فاني ما عندي امكانيه، رجعت للعراق الصمام التهم، راجعت دكتور بالناصرية هو علي عواد كاظم السعداوي. شهرين أنا عندي المراجعة. فاليوم باكر يوم باكر دخلنا بالمستشفى التركي. زين. بهالأثناء قال أنظف الصمام. أنظف الصمام هذا وإذا احتاجيت أجيب له صمام برمشة في عين. ليش الصمام 900 دولار؟ قلت له ما عندي. فقابلت مدير المستشفى ودكتور مصطفى جلود. قلت له دكتور انا ما عندي هاي طبيبتي وفر لي صمام على الحكومه وجباره بان يسوي له عمليه ذاك السنين اللي راح. زين. دخيله عمليات بالمستشفى التركي. بيتنا خلص العمليه دز علي الدكتور قال لي انا علي سويته والباقي على الله. قلت له نعمه بالله. صمام دكتور نظفته قال لا، ليش دكتور؟ قال سوات شيء رجعي. قلت له شلون دكتور سوالي؟ يعني هيك حياة الطفل عادية يعني؟ يتلاعبون بحياة الطفل بهالطريقة؟ عندهم عادية، إنسانية عندنا، إنسانية عند الدكاترة، بعض الدكاترة بالعراق عندنا. وقاعد يشوفون الصور والفيديوهات اللي دزيتها لكم، يشوفون حالة الطفل قاعد تدهور يوم بعد يوم. ايش قد عمر الطفل؟ حاليا 10 أشهر. وهاي الحالة من ايش وقت بلشت؟ بلشت من 26/6 بهاي السنة؟ اي هاي السنة 26/6. وهاي الفرق بين الصورتين بس هاي الفترة القليلة؟ نعم. حاليا هسه صمامين براسه من رخصة الست الصبر، صمامين براسه. يا ترى يتحمل طفل صمامين براسه؟ اثنيناتهم هسه ارتهبن، ذاك الصمام يقول له رجعي للدكتور السواكية. ليش دكتور؟ يقول لي تتحملين نتيجه خطأك رحتي تتبكبكين يا مدير مصطفى جلود. ليش انا ام الحق وين ما اروح؟ ما عندي صمامات موجوده بالمستشفى التركي، انت ليش هيك؟ يقول لي قبل ما انا اصير دكتور انا شيخ عشيره. يهدد بهاي الكلمه. ليش انت شيخ عشيره؟ انا ما طالعه من فطر الجاه حتى تتحدثني هذا الكلام. وانا هسه جايه اتعارك، انا اريد انقذ حياه ابني او طفلي. نعم. قلت له ريت حياة اخر شيء طردني. هذا ابني صار لليوم 14 يوم ما شايل الخياط، إلما اروح يا دكتور. اتجهت حاليا المستشفى الكفيل وانا حاليا بكربله. يم الامام الحسين. المستشفى الكفيل هم انا ما قدرت له. قالت عنده نزف وما نقدر، لازم 4 عمليات. شيلون الصمامين، العمليه الثانيه شدوا له صمام خارجي، والعمليه الثالثه يخلي ينصفون بالناظور، والعمليه الرابعه لما يرتاح شدوا له صمام. حاليا تعبان. وكل ساعه يشمر ووضعيته بس يرتاح حاليا بكربل. اذا تريدون تجون تشوفون حالتي. يعني اختاريت ما عندي، بعت الثلاجه وبعت ايش عندي غراض بالبيت، وانا الخير قاعد يساعدون لحتى هاي اللحظه. يعني ما عندي انا.
شوف هاي إنسانية الأطباء، بعض الأطباء مو كلها، ليش أقول كلها؟ بعض الأطباء إن عدمة إنسانية ويهددون، وهذا حال الطفل. ما أعرف، نتمنى ترجع حياة الطفل سليمة يا أمه. إيش هسه هو حاليا نايم بس عنده واجب ظهره وما يرضع إلا بالسرنجة ويغص الحليب بالسرنجة يغص بيه، وهذا المستمر. يعني أنا أقول الله يساعد قلبش وأنت تشوفيه. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر ست التبرق، الحمد لله. كل شيء انكسر قلبي على الأطفال، يعني كلش ضعيفة قدامهم صراحة. الله، شكرا، شكرا لله. من المثنى أحد المواطنين سجل مناشدة للجهات المعنية عبر كاميرا صوت عراق. الرحمن الرحيم، نشكر قناة الفرات الكريمة على تواجدها في مقاضاة الرميثة. أنا ناشد وزارة الداخلية، ناشد عثمان الغانمي، ناشد محمد الحلبوسي، لأن إحنا من الشريحة المظلومة. يعني أنا منتسب عند غياب 2016، من رجعت بالعفو 2016، بقيت 2018 ما مستلم راتب. كل ما راجع وزارة النفط يقولوا لي هذا الأمر إداري، يطلع هذا الشهر هذا الشهر. ثلاث سنوات أنا بدون راتب، ولحد قبل شهر ونص اندعونا وقالوا يا تعالوا قدموا معاملة وانتم ممسوخة عقوده ومشمولين بالعفو. فرجعنا لي هسه كل شيء ماكو. زين احنا شنو دخل وزارة النفط؟ أنت منتسب على النفط؟ أنا منتسب على النفط ووزارة الطاقة. حراس الطاقة أدام بالبصرة. فعدي غياب وصعدت محكمة رجعوني، بقيت ثلاث سنوات صعدت محكمة وطلعت يعني ما عندي شيء، وداومت حسب حالي حالي شرطة. ثلاث سنوات أداوم بدون راتب. اكو زملاء وياك نفس الحالة؟ اي اكو زملاء نفس الحالة داوموا وياي. استلموا راتب، اعطوهم فروقات، جيتهم فروقات وانا نازل عندي اهلي ودخلوني هروب مرة ثانية. والله العظيم بالبصرة. شنو اسمك؟ اسمي خالد مير عبد. وقبل شهر ونص راجعنا واعطينا معامله وفحص طبي، ولهسه كل شيء ماكو. انا حالتي تعبانه كل شيء ماكو، الله وكيلك. وعندي عائله، وين اروح انا؟ وين اولي؟ يعني عندي ستوته، شنو شو اسوي بها ستوته؟ هسه بنصب عليها هسه ما محصل 1000 دينار. شنو ذنبي؟ انا ناشد عثمان الغانمي، اناشد محمد الحلبوسي، سيد وزير النفط بكتي نضرب هاي الشريحه المظلومه. ما ابغاك مال متت، يعني ثلاث سنوات بدون راتب، ليش؟ الشرطي يستلم راتب وانا واجبات. اما موضوع الخدمات فدائما نقول مو فقط الجهه المختصه مسؤوله عنه او عن التقصير، في بعض او في كثير من الاحيان المواطن الى دور كبير بهذا الموضوع، خصوصا التجاوزات اللي تصير على الشارع. التجاوزات على الشارع اشكال، منها في منطقه ام الكبر والغزلان اللي هي صبه في وسط الدربونه، نص الدربونه اكو صبه، شارع فرعي طبعا، أو لا هي دربونة بها عشرات البيوت، وهذا الفيديو أمامكم. هذه الوضعية تتسبب بحجز المي بالتالي تأثر على باقي البيوت، وهذا الفيديو وصل مناشدة من الأهالي اللي يطالبون بتدخل الجهات البلدية لإزالة هذه الصبة وإعادة تأهيل الشارع أو هذه الدربونة مرة ثانية، لأنه بصراحة وضعها بائس جدا. 24 ساعة غرقانة حسب المناشدة، والمي دا يدخل للبيوت، فتعرفون التبعات هذه، ما يحتاج اقول لكم شنو موضوع عفوا وانتم كرامه، يعني موضوع الريحه وموضوع الامراض اللي تتسبب بها ويتسبب بها هذا المنظر، فتاثيرها بشكل مباشر على باقي البيوت. مناشده عبر الهاتف عندنا، منو؟ نور؟ نور، ممثلة ثروة الأهلي، عندي لسنة 2022 و 2021. نور أهلا بيك، بس خلي أعرف حضرتك ولكل القناة. أهلا نور، كل قادر. أهلا. أول شيء أحب أقول إنه إحنا ناخد قرار تحسين معدل لسنة 2021 و 2022 السنة الحالية. لحد الآن لم يصدر قرار تحسين معدل، بكون إنه هو تحسين معدل إعادة اثنين الطلبة الناجحين.
منا اصحاب معدلات من 90 وفوق، ومن عندنا اصحاب معدلات ممكن وطئة بسبب الظروف اللي مروا بيها. بسبب الجدول اللي صار اللي هو كان فقط يوم ونص بين ماده وماده. اما كان بالسنوات السابقه كان الجدول منظم ومو فقط يوم ونص. الصراحه هو قرار تحسين ماده قرار غير انفرادي راجع لهيئه الرأي حسب مصرح به. زين. وحسب التصريح اللي طلع بوزاره التربيه هو يسلب العمليه التربويه، هل ممكن اصحاب معدات 99 98 ضحت سنه من عمره او من حياته على عدد تعب نفسي يمر به اي طالب يصل مكان ممكن انه يصل مكان اعلى يبدع به مع العلم انه قرار يعمل به من النظام السابق حتى السنوات السابقه ما عدا 2022 وقفوه. النظام يعمل به جميع الدول العالم من ضمن الأردن، هل ممكن من قرار يعمل به جميع دول العالم يقلب العملية التربوية؟ زين. احنا ناسب وزير التربية أو ما ناسب وزير التربية الحالي كون إنه هو أصلاً حيتغير حسب اللي وصلنا، ناسب الرئيس اللي هو رئيس الوزراء الحالي هو المهندس محمد سياف السوداني إنه ساعدنا بهذا القرار. وناسبكم باسم الارتقاء بالعلم ببيننا العراق وبين الحضارات والعلم اعطاء فرصه لمن تحققوا بكونه نسعى ونصر انه نرفع اسم بلدنا. انتم عددكم هوايه؟ ها؟ احنا عددنا حاليا عددنا هسه حاليا 1000 بجروب، عندي يعني جروبين فقط ممثلتهم 1000 وصل عددنا. زين. وممكن يوصل اكثر كون انه صوتنا لحد الان ما واصل، يعني اكو طلاب ما تدري تتناشد بس ما تدري انه اكو طلبه يطالبون تحسين معدل. جيد. نتمنى توصل هذه المناشده. نور انت عندك بعد شيء حابه تقولي؟ طيب احنا الناس وزير التربيه واحنا مستعدين لدفع تكاليف الامتحانات اذا كانت فقط على التكاليف، اما حسب اللقاء اللي طلع به العام وزير التربيه يقول انه اصحاب تحسين معدل بالسنه القادمه من يصفقون بالامتحانات يقولون انه نريد نرجع درجاتنا القديمه بكون انه احنا اصلا حنكتب التعهد بعدم ارجاع الدرجات القديمه لنا، فاحنا بهالحاله انه ليش ما يعملون بهذا القرار اذا هو ما يضر والطلبه الناجحين. فاحنا ناخذ من قناتكم الوزير التربيه ورئيس الوزراء الحالي اللي هو المكلف المهندس محمد شاع السوداني انه يساعدنا بهذا القرار ونشوف اسرع وقت. زين. اني اشكرك يا نور. عندنا ايضا مناشدات عبر الهاتف لو ناخذ. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل محمد، ممثل طلبه الخارجي سنوات الانتظار صح؟ نعم نعم، انا محمد العزي ممثل طلبه الخارجي لسنوات الانتظار. تفضل. بالبدايه حياه الله اختي العزيزه وتحيه حب واحترام لكادركم ولقناتكم المفضلة. طبعا أبدأ كلامي بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا طلبة الامتحانات الخارجية تقريبا منذ أكثر من 8 أشهر أنا شخصيا ممثل طلبة الامتحانات الخارجية ناشدنا الجهات المعنية بتعديل ملف سنوات الانتظار. اللي ما يعرف شنو هو سنوات الانتظار، طبعا سنوات الانتظار اليوم الطالب الخارجي بصورة عامة اللي أعمارهم كبيرة اللي ينجح من الثالث المتوسط أو من السادس الابتدائي وعمره كبير راح يشوف انه سنوات انتظار اعقب وجهه، تمام؟ اللي هي 3 سنوات والرابعه اللي يقدم. ناشدنا الجهات المعنيه بكافه انه يتم تعديل هذا النظام من قبل مجلس الشرطه الدوله ومجلس الوزراء. احنا ناشدنا خلال الفيديو ظهر به وزير التربيه قبل عده اشهر عفوا. صرح وزير التربيه انه تمت الموافقه عليه. صراحة واحنا هاي اللحظات اللي وافق بها وزير التربية ومن هاي اللحظة يوم الطلبة قدموا له معاهد وصرفوا مبالغ ضخمة كلش بالدراسة وبالدورات اللي حصلت عليها. نعم. احنا اليوم ببداية السنة القادمة الجديدة وراح نصل هاي السنة 2023 ولحد الآن ماكو قرار رسمي يخص بتعديل سنوات الانتظار. اللي مطالبة من حضراتكم الآن انه توصلون صوتنا لوزير التربية وللدكتور محمد شيع السوداني رئيس مجلس الوزراء اللي هو ايضا تكفل قبل اشهر بكتاب رسمي بتعديل سنوات الانتظار. طبعا تعديل سنوات الانتظار الان بما يقارب من 1000 طالب ينتظرون هذا القرار
وموجودين حاليا هنا بالبيج، تقدرين تشوفين حضرتك بيج تعريف نواه القطاع على الفيسبوك، بيجنا الرسمي. واحنا حاليا نتامل بشرفاء امثالكم وبقناتكم المباركه انه تنقلون صوتنا للجهات المعنيه. زين. يعني هم اشوف عدد كلش كبير احيانا يراسلنا على بريد صوت عراقي بخصوص سنوات الانتظار، معناها انتم اعدادكم كبيره. اعدادنا كبيره اختي العزيزه، واحنا حاليا عندنا مواقع رسميه على الفيسبوك وعلى التليجرام موجودين حاليا، وانا اليوم شخصيا محمد العزي اتكفل امام وزاره التربيه وامام الراي العام انه اليوم الطالب الخارجي اللي عمره كبير اذا وافقتوا وعدلتوا هاي السنوات ان شاء الله راح نكون رفعه راس لكم ولجميع العراقيين بالنجاح والتوفيق للجميع ان شاء الله. عندك الان مناشده حاب توصلها؟ والله مناشدتي الاخيره الى وزير التربيه صراحه، وأنا أشكر من خلال اتصالكم أشكر السيد ابن الدورة اللي هو سند حقيقة صار إنه ونقل صوتنا بصورة مباشرة، وأشكر كذلك النواب اللي ساعدونا صراحة اليوم. إحنا تواصلنا مع عدة نواب، منهم أذكر لك إنه السيد النائب علي نبت البنداوي، السيد دكتور قيس الكلابي، أيضا في برنامج غير معلن البارحة كان الموضوع مطروح، يعني اتصلتوا علينا أيضا وإحنا بدورنا طرحنا هذا السؤال، ولكن قضية سنوات الانتظار الآن لا زالت قيد المداولة والمناقشة، إن شاء الله تحسم لصالحكم. زين، أنتوا حابين توجهون؟ نعم، آخر شيء. آخر ما تواصلنا إلى آخر ما تواصلنا إلى وضاح الدكتور قيس الكلابي صرح عبر القناة إنه الكتاب يمد صورة الدولة صراحة، وأكو جهة هي عارف إنه جاي تقرا، من هي هاي الجهة ما نعرفها صراحة، لكن اليوم إنه وضح لنا إنه الأسباب كلها يم وزير التربية. زين، ولكن انتم بعدكم مستمرين بالمطالبه. مستمرين بالمطالبه، وحاليا بما يقارب ال 25 الف طالب موجودين، وبقروبنا كذلك 167 الف طالب موجودين، تقدرون حضرتك تشوفينهم وتواصلون ويانا بشكل اكثر، وحتى تشوفون الطلاب اللي مستعدين لسنه 2023، وصراحه انه هاي نحب انه بهاي السنه يكون تعديل سنوات الانتظار لوجود الحذوفات حتى يسهل امرنا ويسهل امر الكثير. زين. شكرا لك، بعد ما عندك شيء تحب تقوله؟ والله انا دوري نهايه كلامي وياكم اختي العزيزه انه اشكر قناتكم واشكر الاستاذ اللي تواصل وياي واشكر الجميع اللي ساهم بايصال صوتنا، واشكر اخي وصديقي تامر والاخت رفيق العلي هم كذلك ممثلين وياي بالحمله، لكن رسالتي الاخيره اليك اختي العزيزه انه اتمنى انه يوصل صوتنا لوزير التربيه اللي هو وافق قبل عده اشهر لهذا المطلب ولا يزال لحد الان الموافقه غير معلنه بحساب وزير التربيه. واحنا حاليا موجودين وان شاء الله مستمرين بالمطالبه بكل الجهات ان شاء الله، والايام القادمه ان شاء الله تبشر بخير بجهودكم وجهود الناس الطيبه. شكرا جزيلا. العفو اختي عزيزه، حياك الله. شكرا. الفن رساله ثقافيه وانسانيه ساميه، تستخدم مو وسيله للدفاع عن الانسان وعن القيم، خصوصا يعني كوسيله، خصوصا رسوم الكاريكاتير او الكاريكاتور توصل بشكل مباشر وسريع. تميم ميسان الفنان صباح الشغاتي أقام معرض لهذا النوع من الفن في اتحاد الأدباء. تابع الرسالة اللي أعطى الزميل أحمد السدخة. بيت المشاهدين وأهلا وسهلا بكم معنا، وهذه الرسالة التي تأتيكم من محافظة ميسان عبر قناة الفرات، والتي سنسلط الضوء فيها على معرض فني أقامه اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان. كونوا معنا وهذا المعرض. عشرون رسمة لفن الكاريكاتير وعلى قاعة اتحاد أدباء وكتاب محافظة ميسان، أقمت هذا المعرض التشكيلي الكاريكاتيري الرابع. حقيقة هو جاء باسم مواجهة الفساد المالي والإداري. هذه الرسومات العشرون هي رسالة لأصحاب القرار، هي رسالة لكل الناس المعنيين من الحكومات العراقية المتعاقبة
القادمة أنه الفساد المالي والإداري بدأ ينهش في جسد العراق والعراقيين ويقع بظلاله على الناس الفقراء وعلى البنية التحتية العراقية. رغم من أن الفن يشكل لحظة جمالية مستوعبة ومستنطقة من في روح الفنان التشكيلي، وقام اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان هذا اليوم معرضا تشكيليا يعبر عن صرخة الفنان المبدع صباح جريد، وهو يرى المعاناة الكبيرة التي يعانيها الإنسان العراقي في ظل التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. لذلك كانت هذه اللوحات معبرة تعبيرا واضحا وصريحا عن مدى المعاناة التي وقعت على الإنسان العراقي. الفن ليس اليوم هو له أهمية كبيرة في المجتمع وبناء المجتمع، وإنما الفن هو الرسالة الأولى للإنسانية، لأنه يعكس بالتمام صورة المجتمعات. أي مجتمع يتطور فيه الفن ويثبت حضوره فهذا هو يدل على أن الشعب أو المجتمعات هي مجتمعات حية قادرة على صنع الجمال، والفن هو الجمال. لذلك فإن من الضروري الاهتمام بالفن والفنانين والمبدعين من قبل الجهات الدولة في كل زمان ومكان. هذا المعرض يشكل ظاهرة نوعية تعنى بالفن وتعنى بالثقافة عموما في جميع مفاصل المدينة، لا سيما وأن محافظة ميسان تشهد مثل هذه الأنشطة. وما هذا المعرض إلا إضافة نوعية، ذلك لأن فن الكاريكاتير يشكل أس التلقي بصورته الجمعية ما بين المتلقي البسيط وما بين الفني بروحيته المعاصرة. كنا وإياكم أحبتي المشاهدين ومعرض رسوم الكاريكاتير الذي يقامه اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان، على أمل أن نلتقيكم ورسالة أخرى قادمة من محافظة ميسان. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، وهذه عودة إلى الزملاء في الاستوديو. وأشكر متابعتكم لصوت عراقي. عمار جبار مخرج حلقتنا لهذا اليوم، محمد الحسن بالإعداد، تحياتي علي أسعد الغزي واستوديو البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله.